السلام عليكم. طبعا هي هاي مدينة العاب قضاء عفيك، نشوف الاطفال في قضاء عفيك، وهاي مدينة الالعاب الحديثة التي وعدنا بها المسؤولون في اكمالها. ها هم اطفال عفيك نشوف في مدينة الالعاب الحديثة التي وفقت التصميم العالمي، وهذا هو ابو مختار وكامل. يعني حتى نقل لكم الصورة من عفيك، حديقة مراجيح من الجذوع، هي هاي مدينة الالعاب اللي في قضاء عفيك. يعني احنا رجعنا الى العصور القديمة. يعني هاي هي مدينة الالعاب اللي يشوف الاطفال حاليا يلعبون بها من جذوع النخل. جميع دول العالم تنتج مدن العاب متكاملة حديثة، احنا مدن العاب من جذوع النخل، وهاي هي اللي يشوفونها. خلي يطلع عليها المسؤولين، المحافظ، نائب المحافظ، مجلس المحافظة، الحكومة، هيئة الاستثمار، كل الجهات الحكومية. هي هاي مدينة العاب عفيك. يعني وصلنا إلى حالة إنه مدينة العابنا من جذوع النخل. هاي مدينة العاب عبج، برضو الحكومة المحلية، نشكر الحكومة المحلية على هاي مدينة العاب حلوة. العراق ماكو بس بعبج بعدها، ماكو العراق كله ما بي هاي جذوع، والناس بشوفكم هذا متونسين على سير مرتاحين، وبالشمس داقتنا، وان شاء الله تصير بيف ومن وراه. تعالوا للزكابة، الصورة تتحدث عن واقع المأساوي لأطفال عفيك، مدينة العاب من جذوع النخل. يلا اكو شي موجودة بدول العالم بال 2020 احنا، واحنا مدينة الالعاب من جذوع النخل. وين مدينة الالعاب اللي قالت الحكومة راح نسوي لكم اياها؟ ايه هي بس هاي، بس هاي ماكو. هذا من جذوع، شوف هيك بعهد فيلم الرساله، شايف بس من فيلم الرساله، شوف هذاك الجذع، ايه هذاك الوقت فيلم ابو سفيان، ايه وهذا بعهد الجاهليه، هذا ما استقبل. ايه شوف هاي هاي مدينه الالعاب مالتكم، موفقين ان شاء الله، موفقين ومنورين. هاي